مع بداية عطلة عيد الفطر يتوقع زيادة الأنشطة والفعاليات المرافقة للعيد، وتوقع أيضا دخول أعداد هائلة من المركبات عبر منفذ البحرين البري وجسر الملك فهد. ولهذا فقد وضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية كاملة لتنظيم سير الحركة المرورية على جميع شوارع مملكة البحرين. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا سعادة المقدم أسامة بحر، مدير إدارة الثقافة المرورية في الإدارة العامة للمرور. بعد التحية وكل عام وأنت بخير. سعادة المقدم، تطلعنا على الخطة المرورية المرصودة في عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير. تحنا لجلالة الملك وسمو الأمير الملكي رئيس الوزراء، سمو الأمير الملكي ولي العهد ولأهل البحرين جميعا. إن شاء الله الإدارة العامة للمرور راح تكون في خدمة الجمهور. الازدحامات بدأت من يوم أمس في الأسواق. اليوم الحركة على المنفذ الجسر الملك فهد كانت حركة عادية، فيها 4000 سيارة بس اليوم الصبح. متوقع اليوم غد أن توصل من 20 إلى 30 ألف سيارة. طبعا هذه كل سيارة فيها أعداد من الركاب. دائما اليوم الثاني من العيد يكونون الزوار والسياح لمملكة البحرين عدد أكبر، فمتوقع أن تكون ازدحامات في المناطق اللي فيها المتنزهات والمجمعات التجارية. الإدارة في ضباط، في ضباط صف، إخوانكم خواتكم من منسوبي الإدارة العامة للمرور موجودين على الواجب من أمس. راح تكون فيها على الأماكن اللي فيها ازدحامات إن شاء الله عشان تخف الحركة المرورية وتكون فيها انسيابية أكثر. الأعوام اللي فاتت كانت في أماكن المناطق أغلقت كليا للأعداد اللي موجودة، خصوصا في الشارع اللي عليه 3 مجمعات. فمن المجمع الأخير إلى الإشارة اللي هي تحت تقاطع السيف كان الشارع مزدحم للغاية. السنة متوقع أن تكون مثل الحركة وممكن أكثر، لكن حاليا الشوارع كلها سالكة الحمد لله، ما كان فيه إلا حادثين اليوم الصبح، حوادث بسيطة. ننصح الجمهور في المناطق السكنية راح يكون الأطفال معيدين مستانسين، يمكن السواق مرهقين باعتبار أن تغير من رمضان إلى الفطر. ننصحهم يعني التخلي عن هاتف النقال، ينتبهون على الأطفال باعتبار الطول يمكن ما ينتبهون له. الإرشادات يعني إن شاء الله ما حد يحتاجها. عيد تكون في فرحة وناس الحمد لله الكل مستانس، لا حد يعكر. يعني دائما ننصح أن لا حد يعكر صفو المناسبة على أهل البحرين قاطبة بمشاكل بسيطة ممكن يتفاداها. متوقع أن تكون الازدحامات على شوارع مثل الملك فيصل باعتبار الأخوان من المحافظة المحرك باتجاه المتنزهات واتجاه المجمعات التجارية. يعني هذه في مجمل، لكن إن شاء الله لكل حادثة حديث. إذا استجد أمر راح نتواصل مع الجمهور عبر حساب وزارة الداخلية أو عبر التواصل الاجتماعي إن شاء الله، وفي خدمة الناس في أي لحظة في أي مناسبة إن شاء الله. نعم سعادة المقدم أسامة بحر، مدير إدارة الثقافة المرورية في الإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لك.